الإلكترونية الصغيرة إلى أنظمة الستلايت، أنظمة الفضاء، يعني الأجهزة اللي تعمل بهذا الشأن أيضا تلقى عملية مايكرو كنترولر موجودة. The average US household has about 60 embedded microcontrollers. الأمريكان أو المواطن الأمريكي هناك عنده تقريبا 60 مايكرو كنترولر أو نظام مدمج أو جهاز مدمج أو دائرة انتجريت سيركت متكاملة موجود بها. بال 99 البي ام دبليو 7 سيريس هاز 65 مايكرو كنترولر. اكثر من 5 مليار مايكرو كنترولر ار ادد تو ذا يعني للسيستم او للنظام سنويا. وبالرغم من كون ان المايكرو كنترولر بالحاسبات انه مرئي وواضح، لكن هو ياخذ 6% من سوق المايكرو كنترولرات اللي موجود. طبعا عندنا البليون شباب، هاي الكلمه بليون، البليون هو نفس المليار، اوكي؟ يعني هناك ما يسموه مليار، الاسم العلمي المصطلح الانجليزي له البليون هو نفسه المليار. Where microcontrollers are used. تطبيقات المايكروكنترولر. In the office. أي مكتب هو موجود. الكمبيوتر كيبورد. المونيتور. السيطرة عليه. أنت هاي مجرد من تريد حاسبة تطبع سواء واير أو وايرلس. شنو؟ عملية مايكروكنترولر تصير عملية سيطرة. Fax machine, telephone system, ovens, washers, dryers, وهكذا. يعني موجودة بكل أجزاء البيت. المايكروكنترولر جزء من الامبيدد سيستم، وهاي الامبيدد سيستم هي راح تدخل كل صغيرة وكبيرة. يعني بالأجهزة المنزلية. وراح تتحكم بكل تقريبا تطبيقات الكترونيه كثيره، وراح تدخل ضمن الاي او تي الانترنت اوف ثينكس. بس فرقها عن الاي او تي انه الاي او تي يحتاج مثلا واي فاي حتى يتم نوع التحكم اللي موجود. المايكرو كنترولر ممكن يشتغل بدون انترنت، بدون واي فاي، مجرد برمجه يقوم بالفانكشن. حكينا ايضا على المايكرو كنترولر وقلنا انه هو نفسه عباره عن ميني كمبيوتر. كنترولر يقوم بعمليه حسابيه، يبرمج من قبل الديفلوبر لعمل فانكشن او سيطره على جهاز اخر. هو عباره عن كمبيوتر متكامل، هو واللي هو وظيفه الكمبيوتر، بس هو بيميزته ميني، بل اصغر من الميني المايكرو كنترولر. فهو باكج متكامل يحتوي على الارثمتيك لوجيك يونت، ميموري، تايمر كاونتر، سيريال بورت، انبوت اوتبوت بورت، كلوك، اوسيليتر. بالترافيك لايت ايضا ممكن نطبق تطبيق عملي المن للمايكرو كنترولرز. ايضا نقدر نبرمج ويسوي ريبيتيف سيكونس وهكذا. يعني قلنا بالمايكرويف اوفن
بالمايكرويف اوفن تحتاج عملية كنترول دقيقة على الهيتينج درجة الحرارة. يعني كل مادة غذائية برمج ايش قد درجة الحرارة اللي تصير بها كت اوف. يعني المايكرويف من تريد تستخدمه لأي مادة غذائية، تريد تحمي مثلا دجاجة، تريد تحمي مثلا سوائل، تريد تحمي أي شيء، فكل واحد إلى درجة معينة، ومن توصل هاي الدرجة معناها انه نضج الاكل، يعني انت معناها لازم يطلع الارم، وهذا الورنينج احنا راح نعرف انه ويفصل، وهو هذا اللي يعني شلون تتم عمليه السيطره عليه. يعني انا ضارب لك مثال الباج اوف بوب كورن، من يعرف شنو هذا الباج اوف بوب كورن؟ شباب سؤال، أحد يعرف شنو الباج أوف بوب كورن؟ ولا واحد؟ إيه، نقصد به الإذرة، الإذرة اللي تخليها شامين، واضح؟ حرارة، وهاي الحرارة يعني تنفلق على الإذرة، يعني الشامية على درجة معينة. وهكذا رسم اللي امامنا هو مايكرو كنترولر، لاحظ دائره الحمراء حكينا على الـ على الكور مالته، فيحتوي على اجزاء صغيره رئيسيه عندك الاوسيليتر. طبعا الاوسيليتر من اسمه اوسيليتر، من يقول لي شباب شنو وظيفة الاوسيليتر؟ انتظر اجابتكم شباب رجاء، تسمعوني؟ نعم دكتور نسمعك شباب. اي سؤال لكم رجاء، يعني جاوبوا شنو يعني الاوسيليتر؟ مذبذب يعني شنو يعني؟ مذبذب في ترددات محدد. شلون يعني؟ دوري ينتج إشارة. إشارة؟ دكتور جمع الإشارة؟ إشارة؟ إي جواب. لا لا مو جمع الاشارات. الدكتور يولد اشارات. الدكتور هو يولد اشارات كهربائيه. يولد اشارات كهربائيه. مولد ترددات. مولد ترددات بالضبط. فريكونسي. يعطيك التردد اللي تريده. هذا هو القصد. تردد اللي نريده احنا جيت قيمته 20 هرتز. 40 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 حسب الهرتز اللي نريده. هنا أنا راح أسألكم سؤال شباب. نقدر نعرف الهرتز شنو؟ الهرتزية؟ محطات التوليد، كيف لازم الهرتزية مالتها؟ محطات التوليد الكهربائية؟ 50 هرتز. 50 دكتور. ال في الثاني صعود ونزول موجات الساين ويف، يعني مثلا بوزيتيف ونيجاتيف الحركه مالتها، عدد الذبذبات المتولده في الثانيه الواحده 50 ذبذبه، يعني حركة تصير بالثانية الواحدة، هاي تصير بها مشاكل وهذه اوكي. فالاوسيليتر هو يولد لك ترددات، والرينج مال الترددات من 0 إلى 40 ميجا،
عندك الـ A to D converter أقول لك الـ analog إلى digital converter. لاحظوا عبارة عن integrated circuit. هاي الـ integrated circuit IC داخل دوارة إلكترونية تعمل عمل. نحن ندرب التوصيلات نوصل حتى نعمل نحصل عليه داخل المايكرو بروسيسور. وهنا راح نجي إن المايكرو بروسيسور هو جزء صغير من بقية أجزاء المايكرو كنترولر. هنا الرامات والميموري بروجرام ميموري وهكذا البقية. في المايكرو كنترولر لاحظ شكله يصير كأنما آي سي كوارت مربع يحتوي على بنات كثيرة. و يعني تطبيقاته بالبلس ويت موديليشن للنتورك وهكذا. يعني شنو الفروقات البدائية او الاساسية بين المايكرو كنترولر والمايكرو بروسيسور؟ مايكرو كنترولر يونيت يستخدم الفلاش ميموري ليخزن وتنفيذ البرامج. يعني محتويات راح ناخذكم الى مخطط ونجي نشرح عليه خطوه خطوه ونشوف شنو الفروقات بين المايكرو بروسيسور والمايكرو كنترولر. الفرق الاول المايكرو بروسيسور كمحتويات وشرحناه بالتفصيل احنا واخذنا تطبيقات واخذنا اللغه مالت الاسيمبلي لانجويج واخذنا تطبيقات عليها و يعتبر الهيرت اوف كمبيوتر سيستم قلب او البرين مال نظام الحاسب. بينما المايكرو كنترولر ايضا قلب اوف الامبيدد سيستم. الامبيدد سيستم هو معناه دوائر الكترونيه متكامله مدمجه تتجمع يعني لانشاء نواه منظومه عمل متكامله كمنظومه الكمبيوتر. بس هو من الفرق الثاني يقول لك it is just a processor. Memory and input-output components have to be connected externally. يعني هو فقط مايكروبروسيسور يحتوي على البروسيسور والبقية الملحقات يعني ممكن ربطها خارجيا. بينما الميني أو المايكرو كنترولر هو مجموعة يونتات متصلة يعني يحتوي على external processor external processor وهذا external processor يحتوي على ملحقات مثل internal memory input output components timers وهكذا. يعني الفرق انه اجهزه ملحقه اضافيه تصير بي. بينما المايكرو او البروسيسور بصوره عامه ممكن نقول مايكرو يعني كتصير تصير خارجيه. بس بالمايكرو كنترولر ممكن كلها تصير باكج واحد. يعني هذن الملحقات انها ايضا خارجيه بس تجمع مع البروسيسور وتربط بطريقه تصير وكانما باكج واحد واكو منفصله. Can be used in compact system and hence inefficient. بينما المايكرو كنترولر can be used in compact systems where it is an efficient technique. يعني البروسيسور ما ممكن استخدامه كمعزول يعني solitary system يعني
لازم البروسيسر الداتا باس الكنترول باس تربط مع الميموريز مع الانبوت اوت ديفايسز حتى يعمل، بينما المايكرو كنترول هو مصمم ان النظام معزول وحده كله باكج وحده جاهز مجرد ادخال وافراد يتحسس يعمل. الكلفه مال البروسيسر او المايكرو بروسيسر عاليه على عكس الكلفه مال المايكرو كنترولر تصير اقل. ماشي المايكرو بروسيسر بسبب وجود اجهزه خارجيه رامات خارجيه انبوت اوت خارجي تحسسات خارجيه الانتاير باور كونسبشن از هاي فراح تصرف باور عالي للراجل، لذلك is not suitable to use with devices running on stored power like batteries. يعني مصمم يحتاج باور عالي وصعب استخدامه مع البطاريات او البطاريات الدي سي فولت يعني القليله 1.5 وهكذا. المايكرو كنترولر عكسه التوتال باور كونسبشن بما ان الكلفه احنا حكيناها قليله الباور لوسز الباور كونسبشن اقل وممكن نستخدمها مع الباتريز او غيرها يعني. نجي هسه على المايكرو بروسيسر ما بي داخله بطاريه وهاي البطارية يخزن لك الباور اللي بيه والباور اللي بيه يعني إذا يطفي التيار الكهربائي تقدر تستدعي البرنامج مثل شغلة الرامات أو كذا، لا هو مجرد جهزة باور أكتب إليمنت يعمل يؤدي لك الفانكشن اللي تريده البرنامج منه، لو من ماكو باور هو طافي فما بيه. عكس المايكرو كنترولر يحتوي most of the microcontrollers have power saving mode on power saving mode. This helps to reduce power consumption even further. لا بينما هاي الميزة مضافة للمايكرو كنترولر. نقطة أخرى sense memory on input output components are all external خارجية. فكل instruction بما انه الميموري والانبوت اوت كومبوننت كلها خارجيه فكل instruction حتى يشتغل او ينفذ بالبرنامج يريد له external operation يعني شغل خارجي شغل اضافي، لذلك السرعه نقدر نقول عليها يعني بسبب هذا السبب انه بطيئه او ابطا، بينما الكومبوننت اللي من باكج واحد بالمايكرو كنترولر تعتبر باكج واحد فالانستركشنز والاوبريشن الانستركشنز والاوبريشنز والبرمجه مالته راح تصير بصوره عامه مو بطيئه لانه قريبه نقل الداتا باس كنترول باس وكذا فيصير اسرع، لذلك هو يعتبر سرعته عاليه. واضحة هاي النقطة شباب؟ مايكرو بروسيسر بريجسترات قليلة على عكس مايكرو كنترولر اللي يحتوي على ريجسترات كثيرة وكتاب برنامج راح يكون سهل، بينما بالمايكرو بروسيسر يعني إرادة وقت وكتابة أطول.
واضح؟ مايكرو بروسيسور are based on von Neumann model architecture where program and data are stored in same memory model. أساسا يعني الموديل الأساسي أعتقد ألماني هذا يعني كتصميم. أساسا هو نظام يعني خلينا نقول ضمن باكج واحد البروسيسور أو المايكرو بروسيسور الداتا تخزن يعني بالميموري موديل، بينما بالمايكرو كنترولر النظام الاركتكتشر مالته الأساس مو الألماني فون نيومان، وإنما الأساس مالته هارفارد اركتكتشر طورته شركة هارفارد طبعاً. Where memory program and data are separate. يصير مو بنفس المكان خزن الميموري والديتا وكذا، يصير خارجي. يعني هو هذا حسب تصميم هارفارد. النقطة الأخيرة بالفروقات أنه mainly used in personal computers. بينما المايكرو كنترولر او تطبيقات كثيره بالواشنج ماشين ام بي 3 بلاير اوفن والكنترول على الماشين وهكذا يعني. فهاي يعني الفروقات الاساسيه بين البروسيسور والمايكرو كنترولر. الصراحه اسال سؤال شباب، يا هو الاغلى ثمن مايكرو بروسيسور أو مايكرو كنترولر وليش؟ تقولون يا الأغلى ثمن شباب؟ اسمعوني دكتور البروسيسور اسمعني سعره اعلى البروسيسور ككلفة ككلفة شباب احنا عندنا cost of entire system is increases عالية والcost of the entire system is low. يعني كسيستم كداخلي بس كمنظومة كاملة يعني من تشتري مثلا PLC ويا الباكج مالته ويا الانبوت اوتبوت مالته الديفايس راح يصير اغلى. البروسيسور وحدة يراد له بعد اجزاء اخرى. ناخذ امثلة، اخذنا على الارم كورتكس ام 4 فيس مايكرو كنترولر شركه اتنر سام ام سي يو ريتد 150 ويرز ارم وهكذا. تعمل بالاوبريشن سيستم، لاحظ عندها باللينكس والاندرويد والويندوز. بس نجي من حيث الابلكيشن، فرق بيناتهم من حيث الابلكيشن. فور رننج ابلكيشن مور نمبر فانكشن انتنسيف انف. عندنا الفرق الرئيسي قلنا من حيث التطبيق ان البروسيسور مايكرو بروسيسور الاجهزه الملحقه بيش بيها كلها خارجيه، فحتى نجيب مايكرو بروسيسور وتريده يسيطر على المشين يبدا وحدات ادخال يعني بنحوله من مايكرو بروسيسور الى مايكرو كنترولر شويه شويه نعقد فيه ونضيف وكذا. فاساس البرمجه اساس هو يبدا بالبروسيسور بس التولز مالته الادوات
هي الأجهزة اللي لها فيها إضافية. سأسأل سؤال شباب، شنو أنواع المايكرو بروسيسر؟ شنو المايكرو كنترولر؟ أنواع المايكرو بروسيسر شنو أنواع؟ يلا من يجاوبني؟ علي عادل، شريف مصطفى، داود. يعني هي الانواع تصنف حسب المعالج مالها، مثل معالج 8 بت او 16 بت، مو تمام؟ مثل 8 بت مثل اللي اخذناه وحسب الاجيال مالتنا اللي هو 885، واكو 16 بت، اكو 32 بت. تمام، جيد جيد. وبعد يعني قسم حسب المين والمادة اللي في التطوير. أنواع التجارية، يعني أنواع مثل الـ 8085 والـ 8086 شرحناه، والـ 8086 وأنواع أخرى أيضاً موجودة. كثير أنواع بالتجارية، كل شو بعد. رحمن نجم وياكم، رحمن نجم. سلام. نعم نعم دكتور طالب ويانا. أعتقد عنده مشكلة بالإيميل ما أعتقد يدخل من غير إيميل. لا هسه داخل من إيميل. وهكذا يعني نهاية المحاضرة في تطبيقات بسيطة، فروقات يعني هاي فروق هاي فروق. بالعملي شباب، بالعملي خليت لكم فيديو يوتيوب منطيك شرح على فرق بين مايكرو كنترولر والمايكرو بروسيسر. اقروا وطلعوا عليه وشوفوا حتى تصير الفكرة عندكم واضحة. ماشي، هاي محاضرة اليوم شباب، أتمنى تكون واضحة والفروقات الرئيسية بين البروسيسور والمايكرو كنترولر هي اللي شفناها وحسب تطبيقها. أحد عنده سؤال على محاضرة اليوم شباب؟ دكتور العفو، هنا أنا بهاي المقارنة لما قلت إنه المايكرو بروسيسر ما يكون يعني معزول إلا يكون يعني بالأجزاء الميموري وهالأمور. نعم. وقلت إن المايكرو كنترولر عادي يعني يبقى وحده. زين، هو دكتور هو المايكرو كنترولر مو أكو داخله ميموري وأكو داخله يعني هذا من الأمور؟ إيه يعني خلينا نقول البروسيسر أو نسميه مايكرو بروسيسر، يعني تيني كلش صغير، هذا شغلته داخله البروسيسر، داخله أكو ريجسترات وأكو وحدات الأريثمتيك لوجيك يونت كنترول سي بي يو الموجود، هي تتم من خلالها عملية يعني إحنا البرمجة يعني نتحكم فيها. بس حتى هو صورة أكمل الأذرع الخارجية، من تكمل الأذرع الخارجية المايكرو كنترولر، بس هو فقط مفصول البروسيسر الآي سي مالته يعني يصير معزول. هل هذا قصدك؟ لو شنو قصدك؟ دكتور أقصد يعني هو المايكرو بروسيسر هو معالج البيانات، معالج الديتا يعني الأوامر والأرثمتيك والأمور، يربط ويا مثل إحنا نسميه هو الهارت مال الكمبيوتر أو العقل مالته بمعنى يعني أداء بعض التسميات، فلذلك هو يربط ويا نعم.
يربط يا الميموري ويا الاجهزه، مثلا الانبوت والاوتبوت حتى يعالج البيانات مال اللابتوب. يعني مثلا على سبيل المثال زين دكتور، هي المايكرو بروسيسور والميموري والهاي هذن اذا كلهم مو نفس يصير المايكرو كنترولر، يعني المايكرو كنترولر مو كل داخله بروسيسور داخله ميموري. تمام. هو وحده منفصل، لكن من تربط ويا الاجهزه الملحقه تحول من مايكرو بروسيسور الى مايكرو كنترولر، فهو وحده منفصل. يعني شلون الدماغ بالانسان، الدماغ وحده هو مايكرو بروسيسور، بس من تضيف الاجهزه الاخرى يسيطر على القلب، يسيطر على الحركه، الجهاز العصبي العضلي كذا، هذا شنو هضمي، هذا شنو صار مايكرو كنترولر. هذا هو الفرق، هذا الفصل، انه جزء واحد ضيف لاجهزه اخرى تحول الى كنترولر. هو يعني متشابكه، المايكرو كنترولر اساسه هو المايكرو بروسيسور. نعم ناخذ بالمحاضره القادمه تطبيقات اكثر على المايكرو كنترولر، وندخل بالانواع مالته وبرمجته والاركتكتشر فلسفه عمل. ماشي شباب؟